السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع سكيكدا لنقف عند البرنامج الهام الذي يعني نتاع تسليم السكنات في ولاية سكيكدا، واللي وصل عدد السكنات إلى 6500 مسكن سوف يتم توزيعها بمناسبة 5 جويلية عيد الاستقلال. إذن كل هذه السكنات من صيغة سكنة عدل، واليوم رانا بصدد المجموعة تاع سكنات تاع بلدية الحروش. إذن وسوف تكون لنا وقفات مع بلدية أخرى، وخاصة البلدية تاع مركز الولاية تاع سكيكدا اللي فيها الحصة تاع الأسد من السكنات هذه تاع صيغة عدل. ودائما نفس الملاحظات، كل هذه التجمعات السكنية مبعثرة في كل مكان، دائما في نفس المشكل نتاع فتح مواقع جديدة للسكنات عوض أن تكون يعني منجزة بجوار التجمعات القديمة. تكون التجمعات وتكون فيه توسعة تاع التجمعات هذه أفضل من إنشاء مواقع جديدة، أحياء جديدة منفصلة منعزلة بين السهوب والجبال والأودية، اللي من بعد يصعب العيش في هذه المواقع أو تصعب الصيانة وإيصال كل ما يحتاجه المواطن من مدرسة ومستوصف وقنوات تصريف وقنوات مياه وكهرباء، و كل هذه الأمور تصعب عندما تكون الحي أو تكون الموقع معزول في هضبة ولا في سفح جبل ولا يعني مشكل والله لا مشكل. هذا الاختيار تاع المواقع هذا فيه إهدار كبير للعقار. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.